المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهمش نهار الجسبة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة لتبييض فوري لمنطقة المهبل والشفرتين، ضعيها كل يوم قبل النوم وستدهشك النتيجة. هديتي للعرايس. بالنسبة للناس أو السيدات بليتو المقبلات على الزواج، فكنتو كثرة تطلبتو مني وصفة سواء في لي كومونتير ولا في لي ميساج اون بريفي في لي ريزو سوسيو ديالي، يعني الناس اللي طلبوا لي غوسيت ديال التبييض الفوري او السريع لمنطقه المهبل او لا بين الفخذين. فنتمنى وصفه اليوم تنال الرضا ديالكم وتنال الاعجاب ديالكم. وصفه بسيطه، حاولت انني نجيب لكم مكونات اللي غادي ينالوا الرضا ديالكم وينالوا الاعجاب ديالكم، واهم شيء انهم مفيدين بزاف لتبييض المناطق الحساسه بصفه عامه، ماشي غير المنطقه ديال العانه ولا بين الفخذين او لا، فجميع المناطق الحساسه، يعني فيما فيها يعني الابطين، الساقين، اي منطقه فيها سواد في الجسم، فممكن نطبقوا عليها هاد الوصفه هادي، بشرط انه المكونات اللي غنطبقوا في هاد لاغوسيت ما خصش يكون نهائيا عندكم منهم حساسيه. الا كانت حساسيه فمن الاحسن تبعدوا على هاد الوصفه وتعملوا وصفات واحد اخرين اللي غادي تلقاهم ايضا في القناه، ما عليكم الا تبحثوا عليهم فقط. فهادشي اللي كاين، ونبغي نرحب كل من كيزور هاد القناه سواء النساء رجال، مرحبا بالكل، مرحبا بالجميع. الا كنت اول مره كتكتشفوا هاد القناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، تفعلوا زر الجرس، تخليوا لنا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، الاسئله ديالكم، شنو تبغيو تشوفوا في فيديوهات قادمه. مرحبا بالوصفات الطبيعيه لاي سيده تكون مجرباهم، فقط تخليهم لينا في لي كومونتير اون ديتاي، يعني بكل التفاصيل نجرب الوصفه، إن فتعطيني نتائج كونوا متأكدين أنني غادي نجي نشاركها ولا نجي نبارطاجيها معكم لتعم الفائدة لعدد كبير من الناس. فبسم الله على بركة الله، ما غاديش نطول عليكم، باش نتعرفوا على مكونات الوصفة، طريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها. أيضا اول مكون غادي نبدا نستخدمه في هذه الوصفه هو جيل الوفيرا. جيل الوفيرا رائع البنات لتبييض المنطقه الحساسه. الناس اللي ما متوفرش عندهم هذا الجيل هذا ممكن تعوضوه بالهلام ديال الصبار، ما عليكم الا تجيبوا الصبار، غتلقاوه عند الناس المختصين في بيع الورد وبيع هاد المواد هادو، يعني كيكون عندهم هاد الصبار او نبته الصبار، كتجيبوها وكتفتحوها من الوسط وكتاخذوا داك الهلام ديالها وغتستخدموه طبيعي وامن اكثر من هاد المصنع. ولكن الا اكيد ما بغيتوش او ما توفرتش عندكم هاد القضيه هذه، فممكن تجيبوا غير جيل الوفيرا اللي غتلقاوه عند الناس المختصين في بيع مواد التجميل. ايضا ممكن تلقاو حتى في لي بارافارماسي وايضا في المحلات التجاريه سواء الكبرى او الصغرى منها. الثمن ديالو كيتراوح على حسب الكميه ديالو. بالنسبة لثاني مكون هو بيكربونات الصودا. بيكربونات الصودا رائعة بخصوص تبييض المناطق الحساسة، غير هو يجب أن الجسم ديالكم ما تكونش عندكم منه حساسية نهائيا، وما يكونش في الجسم ديالكم أي ندوب أو جروح أو حرق. يعني لا عندكم ندوب وعندكم جروح وعندكم حرق، فهاد الوصفة حاولوا تبعدوا منها، أو ممكن تإيفيتيو منها هاد بيكربونات الصودا وتعملوا المكونات الآخرين، لأنه بيكربونات الصودا كتزيد تهيج لنا الحرق والندوب، كتزيد من الفعالية ديالهم أكثر، وبالتالي يعني وصفة غتولي تضركم عوض ما تفيدكم. فمن الأحسن تبعدوا على بيكربونات الصودا إلى عندكم أي ندوب أو حرق أو جروح، أيضا تبعدوا من بيكربونات الصودا كل البعد وتعوضوه بأي بودرة واحدة أخرى. فبالنسبه لثالث مكون غنحتاجو الكركم اولا الخرقوم البلدي، معروف عليه الكركم كيبيض، كيساعدنا على تفتيح المنطقه ديال المناطق الصرحه بصراحه بكل ما فيها يعني في الجسم. غادي نحتاجو النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا، وغادي نحتاجو الى العسل. بالنسبة لهذا العسل فهو عسل السكر، فهذو هما كل العناصر اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفة فقط، لا أقل ولا أكثر، يعني مكونات بسيطة ورخيصة، وأهم شيء أنها في متناول الجميع. دابا ندوزو لطريقة تحضير الوصفة والتطبيق بعد ما تعرفنا على كل هذه العناصر هادو. فبسم الله على بركة الله،
من بعد ما غنخلطهم عاد غنضيف ليهم بيكربونات الصودا، ومن ورا ما نضيف بيكربونات الصودا او بيكربونات الصوديوم اللي غتلقاوها في صيدليه، الثمن كيتراوح ما بين 3 حتى 6 دراهم مغربيه، لانه بزاف الناس كيسولوني على بيكربونات الصودا. فانا غنستخدم منها غير ملعقه فقط، لانه هي كتعطي النتيجه سريعه. الان غادي نضيف جيل الوفيرا، غضفتو بالكامل، ومن بعد غادي نضيف كميه من العسل، وهي الوصفه جاهزه للاستخدام. انا غادي نضيف كميه من العسل، جوج المعالق تقريبا اللي ضفت من العسل. وصفه رائحه ديالها زوينه بزاف ورائعه بخصوص التفتيح. فغادي نزيد نضيف كميه من النشا، فالوصفه كتصبح بهذا الشكل هذا. الا بغيتوا القوام ديالها يكون عقد اكثر، فما عليكم الا اضافه بودره ديال الكركم والبودره ديال النشا بكميه كبيره. فبعد ما كتصبح بهذا الشكل كنطبقوها على اي منطقه فيها سواد، كنخليوها حتى كتجف تماما المده ديال 15 دقيقه حتى 20 دقيقه يعني على الاكثر، ومن بعد كتغسلوا المنطقه مزيان وكتدوزوا ترطبوها باي كريم او مرطب. بالنسبه لهاد الوصفه هذه، فبغيت نعطيكم بعض التعريف ديال المنطقه الحساسه، ومن بعد نتعرفوا على اسباب اللون الداكن في المنطقه الحساسه، باش هكذا نستافدوا اكثر من هذا الفيديو ولا من هذه الوصفه. المناطق الحساسه الداكنه قد تسبب احراجا للكثيرين، خصوصا العروس في ليله زفافها، او من يرتدون ازياء الصيف القصيره لكنها ليست حالة دائمة، فيمكن التخلص من هذا الاستمرار عفوا بكل سهولة وتفتيح تلك المناطق. وينصح باستخدام الطرق الطبيعية حيث أنها أكثر أمانا من منتجات التبييض التجارية لاحتوائها على الكثير من المواد الكيماوية، بالإضافة إلى سهولة تحضير وتطبيق الوصفة الطبيعية عفوا في المنزل. بالنسبة لأسباب اللون الداكن في المناطق الحساسة، تتعدد أسباب اسمرار المناطق الحساسة، ومن أبرزها السمنة. فالوزن الزائد في الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضين لإسمرار المنطقة الحساسة أكثر من غيرهم، وذلك لتلامس أفخاذهم أثناء المشي أو ممارسة التمارين، وهذا التلامس المستمر يؤدي إلى تهيج البشرة وتغيير لون الجلد ليصبح أغمق أكثر. الاحتكاك والتعرق الزائد بين الفخذين بالأخص عند ارتداء الملابس الضيقة على الجسم، الذي سيفاقم المشكلة أكبر وأكثر. كذلك خلل بالهرمونات عند بعض النساء، خصوصا بالفترات التي يحدث فيها تغيرات هرمونية كالدورة الشهرية والحمل والرضاعة، أو عند الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض. كثرة التعرض لأشعة الشمس لإكساب الجسم لونا غامقا. أيضا تناول بعض الأدوية والعقاقير التي قد تسبب اسمرار المنطقة الحساسة، مثل بعض أدوية منع الحمل، فينصح استشارة الطبيب إن تمت ملاحظة أو ملاحظة تأثير الدواء على لون بشرة المنطقة الحساسة.
الإصابة بمرض الشواك الأسود الذي يسبب إسمرار هذه المنطقة بالإضافة إلى ظهور بقع داكنة على البشرة. إزالة الشعر بشكل مبالغ بالأخص الأشخاص ذوي الشعر الخفيف بالإضافة إلى استخدام شفرات قديمة أو مستعملة الذي سيؤدي إلى تهيج الجلد بالتالي إسمراره. الإصابة بالسكري حيث أظهرت الدراسات أن الناس الذين يعانون من السكري غالبا ما يعانون من سواد الفخذين بالإضافة إلى أماكن أخرى بالجسم كالعنق والإبطين. استخدام منتجات العناية بالبشرة والعطور التي قد تعمل على تهيج الجلد وإسمراره أيضا. وهذو هما بعض يعني الأسباب اللون الداكن في المناطق الحساسة وتعريف المنطقة أو المناطق الحساسة بصفة عامة، لأنه يعني بزاف السيدات ما كيعرفوش شنو هما الأسباب ديال سواد المنطقة. فعطيتكم بعض الأسباب اللي نتمنى تكونوا استفدتوا منها سواء بالقليل، وتحاولوا تبعدوا منها وتحرصوا على أشياء اللي هي مزيانة لكم باش هكذا الجسم ديالكم يبقى في اللون ديالو، وأكيد بالوصفات الطبيعية فكنستافدوا منهم بزاف وكيرجعوا لنا الجسم ديالنا بصفة عامة في أبهى وأحسن حلة كذلك. فكانت هذه وصفة اليوم، نتمنى أنها نالت الإعجاب والرضا ديالكم. ما تنسوناش بالبيج لايك، اشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس، وموعدي معكم جدد في فيديو قادم إن شاء الله.